وعبر الهاتف الدكتورة نهى دنيا، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس. مرحبا بك يا دكتور. أهلا بك أنا مجهد. دكتور نهى، تعهد الاتحاد الأوروبي بالالتزام أو بزيادة خفض انبعاثات الكربون لحوالي 27% حتى عام 2030 بدلاً من 55 الحالية. أهمية التعهد ده إزاي؟ لأنه البعض شاف أنه هذا التعهد ربما أهم حتى من أي تمويلات، أي يعني كل التمويلات بكل أشكالها. فرأي حضرتك إيه في أهمية هذا المخرج؟ ده مهم جدا هذا المخرج، لان التعهد معناه ان هم هيقوموا بكل الممارسات الخاصه بخفض الانبعاثات الكربونيه، وهيلتزموا باستخدامات الطاقه الجديده وبالتكنولوجيا الحديثه للحد من الانبعاثات الكربونيه، وبالتالي ده تعهد مهم جدا الفتره القادمه، وهو التاثير الاساسي هو على الاحتباس الحراري وعلى التغير المناخي. فاعتقد ان ده كان يعني نتيجه هامه جدا داخل المؤتمر. طيب دكتور نهى، التمويلات كان لها شكلان. الشكل الأول مشروعات بتدعم الاقتصاد الأخضر، طبعا بنتكلم عن الدول المتضررة. الشكل الآخر متعلق بتدريب الكوادر البشرية ونقل الخبرات والتكنولوجيا. أهمية التمويلات دي شايفاها إزاي؟ وإيه اللي احنا محتاجينه هذه الفترة؟ فعلا احنا كنا بنفكر في كده حتى كناحيه اكاديميه في الجامعات، ان انا ما اقدرش مثلا اعمل بروتوكول عن الهيدروجين الاخضر واستخداماته وانا ما عنديش كوادر مدربه تقدر انها تنفذ هذا البروتوكول، وبالتالي ان هو كمان هيدرب كوادر اخرى. نعم. مع دي في نفس الاهميه من البروتوكول، عشان انا اضمن تنفيذه واضمن الاستدامه بتاعه تنفيذ هذه المشروعات. إن لازم انا عندي كوادر محليه اقدر اعمل توطين التكنولوجيا داخل البلاد الناميه، وبالتالي اعد كوادر من داخل البلد نفسها تقدر انها تستمر في استخدام هذه التكنولوجيا الجديده، سواء كان هيدروجين الاخضر، سواء كانت التكنولوجيات اللي هي موفره للطاقه. في حاجات كتير جدا احنا المفروض ان احنا نطلع كوادر، وده احنا بنعمله عندنا في كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه، برامج جديده مهنيه لتدريب هذه الكوادر والوظائف على الوظائف الخضراء ضروري. طيب التكيف مع تغير المناخ هو احد خطوط الدفاع في مواجهه هذه التداعيات. شفتي حضرتك الفعاليات والمناقشات، وربما راينا كمان بعض المواضيع المستحدثه في هذه القمه والتوصيات التي خرجت عنها، شفتي اهميتها ازاي واهميه طبعا تطبيقها؟ اتحدث هنا عن التكيف تحديدا. تمام، ده طبعا حاجة وميزة تانية أخرى داخل هذا المؤتمر باختلاف عن جالاكسو والمؤتمرات الأخرى، إن إحنا المنح والمشروعات كانت معظمها متجهة نحو التكيف. قبل هذا المؤتمرات الثلاثة كانت متجهة نحو التخفيف، وإحنا كدول نامية وكدول شرق أوسط ودول عربية وأفريقية خاصة هي ما بتساهمش أكثر من 20% من الانبعاثات الكربونية، وبالتالي إحنا كل تمويلنا خاص بالتكيف مع آثار التغير المناخي وليس التخفيف من هذه الاثار، وان هو الدول اتغيرت تفكيرها بان احنا نمنح للدول الناميه قروض ومنح ومشروعات خاصه ونمولها خاصه بالتكيف. دي تغيير واضح جدا في السلوك بتاع الدول المتقدمه، وبالتالي ده تغيير في المسار يعني كويس جدا ناتج من المؤتمر. طيب يعني يمكن احنا سمعنا من عدد كبير من الخبراء بيتحدثوا عن اللي هي أنظمة الرصد المبكر وأهمية دعم أنظمة الرصد المبكر في كل بلدان العالم لمواجهة التغيرات المناخية. هذه النقطة أهميتها إيه؟ وهل يمكن تطبيقها في كل دول العالم؟ لأنه دايماً بنسمع أنها مكلفة شوي. يعني هي في الأول مكلفة، لكن بعد هذا بتقلل من الأضرار والخسائر الناتجة عن مثلا ناخد مثال زي السيول مثلا، والتنبؤ المبكر بالسيول والفيضانات. طبعا في الأول هتبقى في أجهزة ومحتاجة تكلفة عالية في أول المشروع وتركيبها، لكن بعد ذلك هتقلل جدا من الأضرار والخسائر الناتجة عن السيول. يعني ممكن أنا أدي إنذار مبكر للمواطنين اللي عايشين في المنطقة، أقدر إن أنا أنقلهم، أجرب حد من الكوارث، يعني أنا بعمل وقاية من الكوارث قبل وقوعها، وده مهم جدا استخدامه، ودايما كنا بننادي فيه سواء كان عن طريق الأقمار الصناعية، عن طريق التكنولوجيا الحديثة، من التنبؤ بالسيول والفيضانات خاصة.
فده مثال للتطبيق يعني. اه بالظبط، وارتفاع منسوب سطح البحر والاجهزه الجديده والتكنولوجيا الحديثه موجوده في العالم كله، واحنا محتاجين ان احنا نستخدمها في الدول الناميه لحد من الاضرار والاثار اللي عندها. الدكتوره نهى دنيا، عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه جامعه عين شمس، بشكرك على هذه المشاركه معنا.